يعني ميسي سجل او نيستا عفوا عنده هدفين في الليغا ولكن صنع 9 مع ميسي، او صنع 13 فرصه. يمكن اليوم اللي يصنع الهدف رقم 14 هنا ميسي خلاص علقها ميسي ووصل الى الهدف رقم 301، خلاص حطها له، خلى حارس المرمى تونيو يطالع ويشوف وخلى العالم كله يتسمر يشوف الكرة وين، لاحظ الكرة وين، لاحظ الكرة وين، يعني حاول تونيو لكن من فوق حائط الصد، وبالتالي ميسي يسجل الهدفين. وميسي يصطاد غرناطة كالعادة، الآن ميسي في المباراة رقم 4 وهو يواجه فريق غرناطة، يسجل في مرمى غرناطة 5 أهداف ويسجل الهدف الشخصي 301 له في الليغا أو في كل البطولات، لكن في الليغا صار كم الحين، يعني 37 هدف باقي له 3.